عندك مرض؟ مرض السرطان. حبيب قلبي، سوق يلا افطر. تعال حمودي يلا فوق جوا. شلونك حمودي؟ بس انت مبين بطل حمودي. ها؟ سبع سبع. احكي لي وين اهلك؟ بيت الطبيان. بالجبير؟ اي. صاير وقت هنا حمودي يقول يسوق سريع هو يسوق سريع. يتعارك. عندك اجازه مال سوق؟ ما عنده كذاب. دكتور يكذب ما عنده اجازه. هسه صح للمرور. انت ايش بيك حبيبي؟ ايش عندك هنا؟ ها؟ ايش عندك هنا؟ علاجي. يا عيني يا بابا، تاخذ علاجك؟ ايه. ايش عندك؟ ليش مريض انت؟ ها؟ ايش عندك مرض؟ مرض السرطان. حبيب قلبي. العاطفة بالعمل الطبي مطلوبة، ولكن إذا مثلا احنا كطبيب معالج يبكي ويا المريض او يبكي ما راح يقدر يقدم خدمة. فالعاطفة والرأفة والرحمة موجودة، بس يعني اتفهم انا انه انت ما تلك نفسك. انا اقول يعني اطفالنا يستحقون حياة افضل من هاي بكثير ورعاية، وخلف الله عليكم انتم لا شيء انه انتم تقاومون تصنعون. هذا عالم الطفولة المريرة. هذه نتائج الحروب العبثية، هذه نتائج الإهمال، هذه نتائج السرقات. لأنه واحد من يشوف هيك حالات شلون قلبه ما يوجع، يعني شلون ما يتأثر، شلون ما يتأثر. المن بكتوا دولة، المن نهبتوا دولة، ترى دولة مو ضحايا الحروب، دول ضحاياكم أيها السراط، دول اللي بقتوا فلوسهم وخليتوهم طفل. شرح تسوون أمام ضمائركم؟ شرح تحجون أمام الله؟ شا أقول له هذا؟ أقول له المعالي ما عده؟ أقول له دولة الرئيس ما عده؟ أقول له البلد ما بي فلوس؟ جاوبوا، أنا ما عندي جواب. أنتوا قلوا له، أنتوا احجوا ياه. هسه انتم مرات ما تشوفون، ما تقدرون تشوفون دولة، لان صرتوا كبار. انا ادري الوزير اجى ورئيس الوزراء اجى، لكن انا احكي جماعه نور والقرايب نور والصفقه القرن والباقه والبلد واللي راحت الفلوس، دول الضحايا، دول الضحايا. ربي انت تشهد انه احنا اخذنا بالصوره وبالصوت وبالشهاده.